دور القطاع المالي اليوم هو ممكن لجميع القطاعات اللي من ضمنها القطاعات اللي ذكرتها في مداخلتك. الهدف المؤتمر اليوم هو دمج الطلب اللي مثل ما ذكرت الله يحفظك والعرض اللي موجود من قبل المؤسسات المالية ومناقشته وإيجاد حلول لسد الفجوات إن كان في أي فجوة من حيث تمويل أحد المشاريع الكبرى. طبعاً كلها راح يتم مناقشتها أيضاً في المؤتمر، لكن بشكل عام مؤتمر القطاع المالي هو مؤتمر يجمع المفكرين مثل ما ذكر سعادة الوكيل ومناقشة دور القطاع المالي في تمكين هذه المشاريع الكبيرة، سواء كانت مشاريع في المملكة العربية السعودية مثل ما ذكرت وأيضا مشاريع دولية أخرى قد يتم مناقشتها على في محفل القطاع المالي.